أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذا إخواني اليوم سوف أشارك معكم المؤتمر الذي سوف يقام، المؤتمر الصحفي الذي سوف يقام اليوم رسميا، مؤتمر فورتنايت في حدث E3. هذا اليوم هو المخصص لفورتنايت، يعني أتوقع بشكل كبير جدا وحسب يعني آخر ما ذكر في من أحد الموظفين الخاصين بشركة إيبي جيم، الشركة المطورة للعبة فورتنايت، فإنه اليوم بتاريخ 12/6 سوف يتم الإعلان عن لعبة فورتنايت لأجهزة الأندرويد. لكن إخواني كما ذكر على هذا حسب قوله، فإن اللعبة سوف تكون نسخة تجريبية، أي بمعنى أنهم سوف يطبقون نفس خطوات النسخة التي كانت على الآيفون في السابق، لأن نزلت كنسخة تجريبية أولا، أي بمعنى سوف تكون للأشخاص الذين قاموا بالتسجيل مسبقا في الموقع الرسمي الخاص باللعبة إلى أن تطرح، إلى أن يبقى الطرح الرسمي. فالله أعلم هل سوف يستغرق أسبوع بعد النسخة التجريبية أم أكثر، لا أحد يعلم. لكن على العموم أنا سوف أتابع البث الخاص بهذا المؤتمر وسوف أوافيكم بكل جديد يخص هذه اللعبة، ولكن احتمال بشكل كبير جدا أنه كما ذكرت لكم في الفيديو ما قبل، على ما أظن ما قبل الجيم بلاي يوم أمس، ذكرت لكم التواريخ المحتملة لطرح هذه اللعبة، وإن كنتم تذكرون وعليكم مراجعة ذاك الفيديو أخبرتكم في السابق أنه كان لدي تاريخ ولم أشأ أن أشاركه معكم إلى أن يتأكد الأمر، ولكن لا بأس مدام أن المؤتمر قد في بدايته اليوم سوف نشاهد ما هي التطورات، وأتوقع أيضا بشكل كبير جدا وأتمنى من صميم القلب أن يتم الإعلان عنها رسميا اليوم، لأنه في هذا المؤتمر كل من لا يعلم ما هو مؤتمر أو حدث E3 فهو يعني يجمع ملتقى يجمع كل الشركات المطورة لهذه الألعاب من أجل الإعلان عن الألعاب التي سوف تكون للنشر في الأيام المقبلة. يعني فمثلا لعبة باتلفيلد قاموا الإعلان عنها بأنه سوف يتم إضافة طور الباتل رويال، يعني هذا من ناحية لعبة باتلفيلد. لكن إخواني ما يهمنا هو فورتنايت لأجهزة الأندرويد، فأنا أتمنى أيضا إخواني أن أشارك معكم هذه اللعبة وأن أصور فيديوهات معكم وكل شيء، لأنه لعبة رهيبة جدا كما تعلمون. يعني عفوا حتى أني بعدما يعني حصلت جهاز آيفون وصراحة استمتع يعني بشكل رهيب جدا إخواني، أتمنى من صميم القلب أن يتم الإعلان عنها اليوم. وكما أخبرتكم سوف أتابع الموضوع وأتابع ذاك البث، لأنه أيضا سوف يتم إضافة مسابقة بها العديد من اللاعبين المحترفين، على سبيل المثال نينجا وميت، مسابقة كبيرة جدا سوف تنظم في أحد الملاعب في لوس أنجلوس. فإخواني المهم لن أطيل عليكم في هذا الشرح، أردت أن أشارك معكم هذا الفيديو على السريع، فسوف أتابع ما هي تطورات الموضوع، وإن يعني تحقق الأمر بالفعل سوف أشارك معكم مباشرة فيديو حتى ولو كان منشور، يعني إن لم أستطع إنشاء الفيديو فسوف أشارك معكم منشور إلى أن أقوم بإنشاء الفيديو لاحقا. المهم إخواني لم أكن أود أن أشارك معكم هذا الحدث أو هذا الأمر سابقا، لأني كما أخبرتكم أردت أن أتأكد أو يعني أن تتضح الصورة بشكل أكبر عن هذا المؤتمر، لذلك اليوم سوف أشاركه معكم حتى نشاهد ما هي التطورات. فأخي إن فادك الشرح وفادك الفيديو لا تبخل عليه بمشاركته ولا تبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات، وسوف أوافيكم بكل جديد إخواني. يعني بعد نهاية المؤتمر إن كان جديد فعلي ورسمي سوف أشاركه معكم.
إن لم يكن فأتوقع بشكل كبير جدا يعني بنسبة 98% أنه سوف يكون شيء جديد عن اللعبة لنظام الأندرويد. فأتمنى أتمنى حقا أن أشارك هذه اللعبة معكم. وكالعادة إخواني من أفاده الشخص أفاده الفيديو فلا يبخل عليه بمشاركته ولا يبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات وخاصة المنشورات. فإلى اللقاء.